تشريح البطن كمان بالسي تي سكان راح ناخذه. انا عندي ملف جاهز اللي اعطيناه زملائكم السنه الماضيه ولكن بدون حقن، ممكن هاي السنه نجهزه بس مع الحقن. راح ناخذ تصوير ضليل، راح ناخذ تصوير الضليل كمان الرحم اللي بولي شوي، هذا ناخذ شيء متنوع شوي ان شاء الله. يعني ان شاء الله ماده الاشعه تكون غنيه، من اشعه واحده اشعه واحده شيء درسنا صور الصدر. ممكن كمان ندرس صور بعض الصور عند صور الصدر عند الاطفال. نصفي الكره النخفيه، هذه حبه القهوه، هاي النقطه هذه موجوده قبه الدماغ، نصفي الكره النخفيه مش وين المخ، هاي الثلاثه الدماغيه. صراحه في اختلاف بالنسبه هل هذا هون يعتبر بالامام بشكل عام قبتي الدماغ اللي مش وين المقطع الثاني، ولا هذا يعتبر جداري، ولا هذا يعتبر قفوي. في ناس يعتبرون قبه الدماغ هو فص جداري، في ناس يصنفها مثل ما هذا بالامام من الجبهه وبالخلف قفوي. المقطع اللي بعده شايفين هذا التصنيف، الفص الجداري وعندنا الفص الجبهي بالامام، فص جبهي فص جداري. از جون هون اي تمام. شخص الفيس، هذا هو شخص الفيس بحرارة ضمور الدماغ بنشوف اتساع بشقي سيلفيوس، بنشوف اتساع في المسافات تحت العنكبوتية، بنشوف علامات توسع في البطينات الدماغية. هلا بنحكي عن المصاري بعدين. انزل جوا ضمور الدماغ، اما ضمور الاطفال او ضمور الدماغ الشيخي عند كبار بالعمر. شايفين هنا مقطع الاكس بيبين لنا الفص الصدري والفص الجبهي والحفرة الخلفية المخيف. هون قبة العظم الصخري، قبة العظم الصخري، وهي قاعدة الحجاج، هي سقف الحجاجين، والعظم الوجدي جناحي العظم الوجدي، وهذا السرج التركي. هي ايش هذا؟ المخيف صح؟ هي البطين الرابع، هاي المنطقة شو اسمها؟ هاي الزاوية الجسرية المخيفية، هون بداية الجسر، هلا بننزل شوية. المنطقة الخلف العظم الصخري اسمها الزاوية الجسرية المخيفية، وإن شاء الله بعدين تكملون في محاضرة أو درس كامل أورام الزاوية الجسرية المخيفية. في عندنا فيها نشوف بعد شوية متى السمع الباطن. عندنا الزاوية الجسرية المخيفية اللي مر منه العصب الثامن، بس العصب الثامن السابع مجال نشوف كمان نشوف الخلايا الخشائية. بعد شوي يجينا كمان مجرى السمع الظاهر، مجرى السمع الظاهر. انزل جوا شايفين هون فص الجزيرة، فص الجزيرة هو جزء من الفص الجداري، هذا هو فص الجزيرة. نشوف عمق التلافيف ونستوي الفص الجداري، هنا هنا الفص الجداري اللي بعد الحادث، بعدين المحفظة الخارجية، بعدين المحفظة الداخلية اللي بيجي من المحفظة، وهذا الجهاز، وهي القرون الجبهية للبطينات الجانبية، وهي الضفائر المجنية للقرون القفوية، وهذا الفص القفوي، هذا الفص الجبهي، وهذا الجداري، وهذا هو فص الجزيرة حكينا عنه، هذا هو المهم. اللي بعده شايفين هنا النويات القاعدية، يجي الوحشي البطين القرن الجبهي البطين الجانبي، رأس النواة المذنبة صح؟ نعم. هذا رأس النواة المذنبة وليس النواة المذنبة، رأسها يجي بعدها جسم النواة أو جسم النواة. بعدين هنا النهاد هو النواة العبثية، النواة القاعدية، كرة شاحبة أو الحاجز، وهذا هو فص الجزيرة نفسه صح؟ البطين الثالث شكله وين البطين الثالث؟ بين المهادين. إيه تقريبا هون البطين، بس أنا في مقطع أحسن من المقطع هذا. بشكل عام البطين
الثالث بشكل كيف احنا تشوفون الاطباء اللي يحددوا التوسع عن طريق البطين الثالث، صح؟ البطين الثالث يجي بشكل مقعد للداخل. من بداية التوسع يصير بشكل اسطواني. التوسع الاكثر يجي بشكل هيك، صح؟ حالات الشديد تشوف بالبداية. نقيس القطر المعترض للبطين الثالث. معظم الدراسات بقياس الاستسقاء الدماغي، المعيار او الكريتيريا بالنسبه للاستسقاء الدماغي هو ايش؟ البطين الثالث. البطين الثالث تقريبا هي القطر المعترض حسب الكبار او بشكل عام من 5 إلى 10 مليمتر قطر المعترض. إذا كان قطره أكبر من 10 عند الكبار في علامات الاستسقاء كمان تغير الشكل، وكان أكبر من 5 عند الصغار كمان يعتبر استسقاء. كمان نشوف انقماص حالات الودمة الدماغية، سمية الخلايا تتذكرون، تدخل المادة أو السائل إلى داخل الخلية وذلك يصير انقماص بالبطينات ونقص السائل الدماغي الشوكي في كل مكان. بالمقابل تنتج الخلية، ولذلك بنشوف احيانا كثير من الاطفال، مو ان شاء الله نشوف كل البطينات او البطين الثالث عند الاطفال، بل نشوف تكون احيانا تكون مخموصة. اللي بعده هو شكل المحفظة الداخلية والخارجية. هي المحفظة الداخلية تجي تقريبا خلف النواية، راس النواة المذنبة، وحش النهاد، وأنس النواة العدسية. تجي المحفظة الداخلية، صح؟ هي المحفظة الداخلية. المحفظة الخارجية وحشي الكرشة، وحشي تجي هيك. وأنس فص الجزيرة، هي الضفائر البشمية. شوف التكلسات حتى عند الأطفال، تكلسات الضفائر البشمية شائعة جدا، وبالنسبة لي ما لها أي تأثير، ما لها أي تفسير يعني سريري أو أهمية سريرية، ولذلك حتى بالتقارير ما بنذكر التكلسات الضفائر النجمية أو الانسحاب المشوي مثلا. النهادين، القرون الجبهية، الفص الجداري، الفص الجبهي، الفص الجداري، والفص القفوي، وهذا جزء من المشوي للمخ. شايفين التلافيف التوصل من الطبيعي. اللي بعده الدماغ المتوسط، بداية جذع الدماغ هذا شكل الفعل مثل قلب الحب او مثل ميكي ماوس. يجي بعده الدماغ المتوسط، السويقه المخيه. انا بشوفه مرات كثيره اسال عليكم، مثل يعني مثل انه مثل الكمان او الفضه لما له شو اسمه سويقه، صح؟ مثل الغده الخاميه. سويقه الفص المخيه الايمن والايسر هو الدماغ المتوسط، اتصال الدماغ المتوسط بالنصف الكره المخيه الايمن ليس اسمها السويقه المخيه. بالمقابل في عندنا الجسر السويقه المخيخيه. هلا بنشوف النقطه اللي بعدها. هون ما نبين هي الجسر، هي اسمها السويقه المخيه المخيخيه. هذا المنظر شايفينه؟ اسمه السويقه المخيخيه. الفص الصدري، الحجاجين، الخلايا الغربالية، وجزء من بس أحفظ نشوف الجيبين الوتديين، وهذا هو السرج التركي. جميل، هذا السيار القاعدي، صح؟ يكون على السيار القاعدي أمام الجسر، ويتكون من ازدحام شريانين فقاريين اللي تحمس لنا البازيلر أرتيري. وهي نفسها اسمها الزاوية، ما ننساها، الزاوية الجسرية المخيلية. الزاوية الجسرية المخيلية. وهي البطين الرابع، صح؟ تجي هون تقول لنا مطلع. انزل. البصلة، هي البصلة، بصلة سيسارية. وهي نصفية الكرة المخيخية. وهي الفص الصدري، وهي الحجاجين، وهي بداية. ولما ناخذ الجيوب، أنا في عندنا محاضرة اسمها الجيوب. دائما ناخذ بالنافذه العظميه، دراسه الجيوب والكره العظميه، او دراسه العظم الصخري، او علامات الافتراق الجمجمه. لازم ندرس نافذه عظميه. هون كمان جزء من الخلايا الفشائيه.
هي حمل الحجاج المقلتين والأنس ده رفع نشوف العصب البصري نشوف الأعضاء دم محرك العينية اللي بعده فص الصدر من اكس من اكس من اول ما بين عالي حجاجين المستوى اكس العظم الصخري والعظم الحجاج مني بلش من قاعده الحجاجين فما فوق يبلش معانا العظم الصدري الفص الصدر عفوا هاي الفص الصدري معك عندك الحجاجين عندك عظم الصخره مجرد ما الظهور يقطع اكس في معانا الفص الصدري شايفين هذا البطين الثالث هذا هو البطين شايفين شكله قطع دوجتين البطينات الجانبية انزل بعده مقطع الابتسامة يمثل البطين الرابع والبطين الثالث والبطينين الجانبيين البطين الرابع أدوى السنطرية هنا وهي منظر الابتسامة شايفين هذا البطين الثالث الأنف وهي القرون الجبية للبطينات الجانبية المنظر الابتسامة هون في نقطة هي اسمها هنا الخيمة بداية الخيمة الخيمة المخيخية الخيمة المخيخية بتبين معنى الصور شو هي الخيمة المخيخية؟ سحاية صح؟ مثل السحايا وذلك منظرها عالي مثل منظر مشوي المخ عالي بين المقطع تكون الخيمة المخيخية فوق المخيخ لما ناخذ مقطع سهمي ماسي لها بين عالية الكتابة الشعاعية بين الدماغ شلون ناقص الكتابة الشعاعية حكينا عن علامة المخيخ الأبيض شلناها بالوين الوين الدماغية هي المقطع هذا ما بنحدد بدنا نشوف مقطع اخفض لانه انت هنا عم تاخذ كل المقطع بالخيمه المخيخيه، الخيمه المخيخيه عباره عن سحايا كامله وخاصه الجافيه، ولذلك عم تعطي منظر عالي، تعطي علامه كاذبه للمخيخ الابيض. ناخذ مقطع اخفض بحيث تبلش معنا البراشيم المخيخي ونقارن مع البراشيم الدماغي لما نشوف كثافه عاليه هو مو كثافه عاليه، هو كثافه طبيعيه ولكن الدماغ كثافته ناقصه بسبب الوذمة الدماغيه، فيعطينا علامه المخيخ الابيض. انزل جوا هسه نشوف شايفين الجزء من الدماغ المتوسط شايفين هنا كمان هنا منظر المخيخ الصهاريج علامة الدماغ او مسبع ويلز او الصهريج فوق السرج التركي هون طبعا يجي من المستوى المخفق احنا طبعا لما ندرس بالطبقة يظهر الشريان المخ المتوسط بين المستويات هي الشريان المخ المتوسط كل سبعة بس أكثر شيء بين معانا الشريان المخي المتوسط اللي بعده نرجع اللي بعده شايفين هنا الجيوب الجلبية هون جزء من نهاية الخلايا الفشائية لا في الصورة اللي قبلها ليه؟ انت لا ارجع بس ثواني هي الصورة ايه نحن شلون شايفين البطين الثالث والبطين الرابع؟ علما انه البطين الثالث مثلا هو بين المهاتين بين المهاتين والرابع لتحت صاير يعني بمستوى مقطع ادنى بين يعني صاير بين الجسر والبصري من الامام والمخيخ من الخلف. تمام قلت لك هذا مستوى المخيخ بدايه قمه البطين الرابع هاي هذا شنو البطين الرابع هاي البطين الثالث هاي البطين مضبوط ولا لا؟ يعني هذا هي وين صاير هون؟ بين الثالث وين صاير؟ بين ايه بين واسفل جوا ايه لا الاسفل بصير المسائل المخ خلف البصله صح؟ بطين وين صاير الرابع؟ الرابع خلف البصله خلف الجسر خلف الجسر ايه خلف الجسر وامام المخيخ هذا عندك شو هذا؟ بدايه المخيخ تمام هذا البطين الثالث بدايته قمته عرفت؟ تنزل جوا بين ما بشوف الان هون جزء من الخيمة المخيخية طبعا شايفين جزء من الخيمة المخيخية هنا هذا بداية المخيخ أو جزء المخيخية شايفين هنا فص هنا البطين الثالث واضح معانا شايفين شكل أسطواني شخص ريفيوس فص الجزيرة هاي رأس النواة المدلة ملابس شوها هاي النواة العدسية ما
محفظة داخلية محفظة خارجية وسط الجزيرة. اللي بعده الزاوية الجزئية المخلفية مثل ما حكينا هي الزاوية الجزئية المخلفية، لا ننساها الزاوية الجزئية المخلفية مجاورة خلف عظم الصخرة مجاورة الجسر والمخيف اسمها الزاوية الجزئية المخلفية. شايفين عناصر الأذن الوسطى، عناصر الأذن الداخلية طبعا كمان هاي يدرسونه آفات عظم الصخرة لحالها، آفات عظم الصخرة يدرسها لحالها الأذن الداخلية وهي الأذن الوسطى. هنا صورة رنيد، وهنا يجي كمان عندنا الجيب. ايش الجيب معنا هنا؟ الجيب الوجدي. انزل. اذا خلصنا. خلصت؟ ايه. كانت محاضرة مبسطة مشكورة هذه. الله